بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم وعيد بشارة مريم العذراء المباركة، نظمت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان لقاء روحيا ثقافيا شارك به كل من الراهبة جلوريا الربضي والدكتورة باسمة السمعان والدكتورة لبنى دواني النمري والأستاذة دعاء بشارات. وابتدأ اللقاء الذي أداره راعي الكنيسة القس الكونان فائق حداد بصلاة، ثم تحدثت الراهبة الربضي عن دور الكنيسة في إعطاء الحرية للمرأة وضرورة دعمها على الصعد المحلية والدولية. المرأة في العهد الجديد في الإنجيل سمح السيد المسيح للمرأة أن تضم لتجوالها التبشيري وإخراج المرأة من الهامشية والإنزواء من تسلط الرجل والتعامل العلني، فتحدى قسوة المجتمع مع المرأة الزانية: من منكم بلا خطيئة فليبدأ ويرجمها بحجر. دور المرأة في الكنيسة: لقد أعطيت المرأة مسؤولية الحمل والولادة، حيث تهتم الأم بالأولاد في الطعام والنظافة والتربية، فالأم قادرة على تغيير العالم، وللمرأة في المسيحية مكانة وشأن عظيم في الكتاب المقدس، ولم تفرق المسيحية بين رجل والمرأة، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. بولس الرسول، غلاطية. قلة الإيمان عند عامة الشعب خاصة الشباب، وقلة فهم المعنى الحقيقي للإيمان، فالإيمان بالمسيح يتطلب ممارسة عملية وسلوك في الحياة حسب تعاليم المسيح. التحدي الأخلاقي: إن حالات الانحراف والخيانة الزوجية واستعمال العنف الجسدي بين الأزواج وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، لأن ما يحق للرجل لا يحق للمرأة. ثالثاً، تحدي العيش في مجتمع متعدد الديانات. التعدد الديني يفرض على عائلاتنا نوعاً من التحدي ذو وجهين: الوجه الأول إيجابي والثاني سلبي. إيجابي: أن يكون المسيحي نموذجاً حياً للآخرين بالسلوك والتعامل والتقوى ومخافة الله. سلبي: بسبب الهجرة ونقص عدد المسيحيين، الشعور بأننا أقلية، هذا شعور محزن، يولد حالة من الخوف والانكماش، علاوة على الزواج المختلط. التحدي الإعلامي: الإعلام المرئي ووسائل الإعلام الأخرى، حيث يتلقى الأبناء ثقافة مغايرة في بعض الأحيان للدين والأخلاق. شو تأثيرات الكنيسة الكاثوليكية على المرأة؟ أثرت الكنيسة على المرأة بطرق مختلفة. أولاً، إدانة الإجهاض. الإجهاض صار موضة عندنا المسيحيين خصوصاً في الغرب، خلص ما بدها البيبي بتروح على الإجهاض. الطلاق يعني ويا للأسف شهر شهرين ثلاثة ولم نسمع إنه فلان وفلان اتطلقوا، هذا نتيجة إنه تحديات في المجتمع. تعدد الزوجات، الخيانة الزوجية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، تنظيم النسل بطرق طبيعية. كما تحدثت الدكتورة السمعان عن أثر الإعلام على المرأة والتحديات القاسية التي تعترض مسيرتها في الحياة. هناك نساء قدرت إنها تنحت الصخر وتتبوأ مراكز مهمة في المجتمع، إن كان وزيرة ولا نائبة في البرلمان، وإن كانت مديرة شركة، مديرة بنك في المجتمع، أو يعطيها العافية، لكن ما وصلت هذا الموصول إلا بالنحت بالصخر. مو سهل، مو سهل إنسانة ناجحة وصلت إلا تكون مليون صوت انضربت، مليون حجر انضربت. يعني أنا كتير في أحيان بكون في أماكن ما بتضربني غير حتى كمان نساء، يعني من الغيرة على بعض. أنا بقول عدوة المرأة دائما تكون المرأة للأسف،
يعني اوقات الرجل بحاول يدعمها بس لما بيشوف عدم الدعم من النساء نفسهم بيوقف عاجز عن التصرف او احيانا على ابداء الراي. فلازم نكون نحن ايد واحده في المجتمع ندعم المراه، لما نشوف امراه ناجحه نوقف معها ندعمها نشجعها على اساس تمضي، لانه الاسره الناجحه وراها ام ناجحه وراها ام قادره. لما نقول ما شاء الله عليها هالعيله كويسه منيحه، في عيله في اب وام قادر يعني قدروا انهم يوقفوا هالعيله على اجريها. لما بنكون مثلا بشركه ناجحه هذه الشركه بيكون قائدها او مديرها ناجح، لما بيكون مؤسسه قائدها ومديرها ناجح. احنا بنقول وراء كل رجل عظيم امراه، لكن كمان وراء كل امراه عظيمه رجل يساعدها ويساندها، يعني ما بتكون لحالها. انا لولا جوزي يعني انا بوجه له الشكر على قدامكم، هو اللي ضله وراي لاكمل دراستي. انا كمل دراستي بعد ما خلفت وكبروا شوي الاولاد، انا ما قدرت ادرس خلال وجودي مع الاطفال وصعب كتير كان، فدرست بعد خلصت البكالوريوس وخلصت الماجستير وعملت الدكتوراه. جوزي كان اولادي كمان ساعدوني لانه كانوا يدرسوا جامعه وانا عامل ماجستير. خلصت الماجستير من جامعه طلال ابو غزاله بالجامعه الالمانيه اداره اعمال تسويق، ودخلت الفصل اللي بعديه اولادي. يعني شوفوا قديش كانوا كبار، يعني اولادي يدخلوا ماجستير مش بكالوريوس، يعني لهي الدرجه كنا ندرس مع بعض يعني بيئه مدرسه. جوزي يحكي لانه مش عندي ثلاثة اولاد، عندي اربعه بالبيت بيدرسوا، لكن هو ساعدني لانه عرف التضحيه اللي ضحيتها مع الاولاد خلال بداية حياتي لكبرتهم وعلمتهم. والحمد لله بقول أنا ما قصرت مع أولادي، مزبوط أنه هلأ أنا عم بشوف حالي ومش غلط. يعني أنا بقول الرسالة الأمومة، رسالة الأمومة مهمة جدا لأنه بتأسس بيت صحيح للمستقبل. فيما تحدثت النمري عن العنف الأسري الذي تواجهه كثير من نساء المجتمع، اللي بدي أحكي اليوم أنا طبعاً كتير بتوافق مع مسور جلوريا والدكتورة باسمة في الدعم النساء وفي التوسع اللي احنا توسعنا فيه، وكيف انه المرأة مظبوط حصلت على العديد من يعني المراكز، ووصلت كابتن طيارة، وصلت مدرسة، وصلت بالوزارة، وصلت أماكن يعني كبيرة، لكن عنا لا زال في عنف ضد المرأة في مجتمعاتنا المحلية. وأنا يعني أنا بشتغل مع هؤلاء النساء، بشتغل معهم بصورة يومية، يعني بتعذب لعذابهم وبتألم لألمهم، لأنه أحياناً المواضيع بتكون بسيطة لكن الظرف الاجتماعي اللي هم فيه بيكون صعب. يعني مثلا مثال بسيط، من سنتين او ثلاثة كان في صبية بدها تنتحر على جسر عبدون، دورت عليها لقيتها بالمحافظة، رحت احكي معها، فبقول للمحافظ بقدر احكيها؟ طبعا بعتموا عليها لانه ما بدهمش تحكي، ما بدهمش تتعامل، ما بدهمش. حكيت معها، صبية عمرها 22 سنة زي الوردة، بدها تشتغل ممنوع، بدها تكمل دراستها ممنوع، بدها تروح مع صحباتها ممنوع. يعني لما ضيقوا عليها الخناق ما فيش مجال تعمل إشي، لقت إنه الحل الوحيد إلها تروح على جسر عبدون. هلأ أنا بالمحافظة بتحدى المحافظ، جاب الأب طبعاً، إجا الأب، المحافظ بيقول لي إيش بدك أستاذة؟ فأنا شاد حيلي بقول له بدي البنت. صدقوني الأب ما أخذته جزء من الثانية يقول لي خديها، صدقي لو جزداني ولا بكيت كلينكس ولا أي شيء بدك تقولي لا هذا اشتريته هذا حقه كذا هذا، قال لي خديها. أنا فكرت إنه أنا بدي يعني أمسكهم بإيد اللي بتوجعه، إنه أنا بدي البنت ما أخذته جزء من الثانية، قال لي خديها أوكي أخذها. أنا طبعا مش رح أحط واطي، أبا أخذها. ايش في عندك شروط ولا شيء؟ وقع انه سلمني بنت صبيه عمرها 22 سنه اللي هي بنته. احنا مرات بنقول النساء كثير عم بيحكوا على العنف، خلص يا عمي صاروا رجال لازم يطالبوا بحقوقهم، بس هذا الحكي مش صحيح. اللي بتمر فيه النساء، اللي بتمر فيه البنات، العنف
المجتمعي جدا قاسي وجدا عالي، خاصة لما يكون من أهل البيت. أهل البيت ما بيتفهموا الشباب والصبايا، ما بتفهموا إيش هم توجهاتهم، إيش حابين. وأحياناً زي ما حكيت إشياء بسيطة مش معقدة، لكن إحنا منصر إنه ممنوع، ما بيصير، ما في. وهذا الحكي يعني صعب صعب، لأنه بيؤدي لنتائج يعني لو فعلاً رمت حالها وانتحرت يعني بيكون فقدنا نفس بريئة إحنا بالإمكان نحافظ عليها بإشياء بسيطة. واختتم اللقاء بحديث للأستاذة دعاء بشارات حول تجربتها الشخصية في مجال تعليم المرأة. الدعوة اللي احنا حطيناها، حطينا عدة دعوات وحكينا عن هالشهر الجميل، حكينا عن هالشهر الحلو، حكينا كمان عن البشارة. فبدنا نحكي من ضمن التحديات اللي هو عيد البشارة كان تحدي، وهلأ رح نحكي ليش. وبحب أحكي آية من الكتاب المقدس، ما بعرف إذا سمعتوها وإن شاء الله إنه تبقى بأذهاننا. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، رسالة بطرس الرسول الأولى إذا حابين ترجعوا لها. وفي كمان بحب تسمعوا هالإشي الجميل، اجعل من يراك يدعو لمن رباك، لأنه إحنا كمربين وكأمهات إحنا صورة ومراية لأولادنا. كيف بتعامل أولادنا هي صورة إنه إحنا كيف ربيناهم. ضلوا تطلعوا على هالصور، كل واحدة أكيد رح تشوف حالها ورح تقارن وين أنا من هالصور، وين أنا من هالعباء. رغم إنه أنا حاطتهم كمان جبت أكتر من صورة، فكلياتهم بيعبروا نفس التعبير، الحمل والعبء اللي على النساء. الأمومة على صعيد الممارسة ما هي إلا مهارة معينة، كل واحدة بتصير أم عنا وبصير في عندها مهارة الأمومة، من تمتلكها نطلق عليها أما بالمعنى المحسوس للكلمة. بتصير أم وكل واحدة إلها مهارة معينة ببيتها، وذلك ليس له علاقة بالدرجة العلمية أو التعليمية. لذلك نجد أماً أمية لا تقرأ ولا تكتب وأبناؤها على أحسن هيئة في الأخلاق والتفوق الدراسي. لكن منذ الخليقة أبناؤها كانت وما زالت تحمل رسالة مقدسة. منذ الخليقة كان في عنا تحديات، وهم هاي التحديات اللي حكيتها أنا هي البشارة، عيد البشارة. لأنه لما الملاك كلم العذراء مريم وحكالها أنت ستحبلين وتلدين ابنا عمرها 15 سنة أو 16 سنة وبيت أبوها وأمها، ستحبلين وتلدين، يعني قمة التحدي، إنه وقبلت هذا التحدي. فمنذ الخليقة كان في عنا تحدي، وممكن دايما الأسيس بحطها بوعظاته. التحديات اللي صارت بعدين هي رسالة التعليم. كان في نساء مش متعلمات، لكن صار في عنا إنه إحنا بدنا نعلم أولادنا. المرأة، تحدي المرأة لتعليم أبنائها كانت وما زالت رسالة مقدسة نتوارثها جيلا بعد جيل. فهي الجدة التي زرعت التضحيات لتكون عنوانا من عناوين الوجود التاريخي والحضاري، ونبراسا نستأنس به من حكايات الماضي الجميل، حكايات الجدات والأمهات، فمنهن أخذنا الحكمة والدروس التربوية.